يبدو أن مشاكل الفلاحين لا تكاد تنتهي، ففي كل موسم حصاد الحبوب يتكرر مشكل غياب ونقص المخازن، تقول إيمان عياش وعاصم بخاري. تحقيق الاكتفاء الذاتي من شعبة الحبوب بالجزائر معادلة صعبة المنال نظرا للمشاكل التي لا تزال تتبع الفلاحين كنقص قدرات التخزين، ومثال ذلك من المنيعة التي فاق إنتاج القمح والشعير بها 250 ألف قنطار، حيث وجد عشرات الفلاحين إشكالية كبيرة نتيجة امتلاء مخزن ديوان الحبوب. الإشكالية تاعنا لازم يكبروا لنا المخزن هذا، المخزن هذا صغير على بالك، ودوك المنيعه راه عاد منتوجه تاع فلاحيه مش كي بكري، وهذا صغير ياسر راك تشوف. هذوك نزيد نديك معايا مليح، شوف الكماين كاين لهم في يومين بايتين هنا ما عندهمش وين يفرقوا. كي سقسيناهم قالك لازم يجيو الكماين من الاقواط، شحال قد نقعدوا نستناو في الاقواط ياسر. هذا الشيء علينا بالنسبه للونغار ما يكفيش الانتاج اللي كاين بالنسبه للمنطقه نتاع المنيعه نتاع الحصاد هذا. علاه؟ لان لونغار كما احنا القدره نتاعو ممكن ما تفوتش 20 ولا حاجه، في حين ان احنا الفلاحه كي تبدا تجيك بال 30 كميو 40 كميو في النهار. انتاج وفير عرفته شعبه الحبوب هذه السنه بالرغم من المشاكل الكبيره التي تصاحب الفلاحين وتعيق نشاطهم، ولعل اهمها مشكل الكهرباء. كما رانا قايمين بواجبنا ان الدوله ان شاء الله احنا تعاوننا وتساهمنا، وخاصة العامل الكهرباء سما رانا بالمحركات هذه مولدات تاع الديزل، يعني تكلفنا المبلغ غالي. يعني الانسان كي يجي يشوف حوصله الخسائر تاعو يلقاها تقريبا ما تفرقش كثير على الانتاج. يبدو ان الاجراءات التي يقوم بها الديوان المهني للحبوب لانشاء مخازن غير كافيه، وهو ما يدل على تكرار المشكل كل موسم حصاد.